ما هي وحدة قياس الصوت؟ يعرف علم الأحياء الصوت على أنه وسيلة أو أسلوبا للتخاطب والتواصل بين الكائنات الحية، سواء بين أبناء الجنس الواحد أو بين أبناء جنس آخر، عن طريق الأذن، العضو الخاص بحاسة السمع. يظهر الكائن الحي عن طريق الصوت بعض الكلام المعبر عن ذاته ويسعى لإيصاله للطرف الآخر، ويقول إما قولا أو فعلا أو ردة فعل بالاعتماد على ذبذبات تصل إلى الأذن ويسمعها الكائن الحي بواسطة حاسة تدعى حاسة السمع. عرف الصوت في علم الفيزياء على أنه العملية التي يتم بها الانتقال الآلي أو الميكانيكي لموجة ما وتردداتها، وتمتلك القدرة على التحرك والانتقال في عدد من الأوساط المختلفة بحالاتها الثلاثة، الصلبة والسائلة والغازية. وبالتالي فإننا نصل لنتيجة بأن الصوت لا يمكن له أن ينتقل عبر وسط فارغ، كما تقدر سرعة الصوت ب 343 مترا في الثانية ضمن وسط هوائي جاف في درجة حرارة تصل إلى 20 فهرنهايت. تعتبر الموجات الصوتية نوعا من أنواع تحول الطاقة من شكل إلى آخر، فيتم تحويل الصوت من موجات صوتية إلى إشارات كهربائية عن طريق الأذن، لتتحول إلى معلومات مفهومة تنقلها إلى المخ ويترجمها الأخير فيفهمها. لحدوث الصوت لا بد من بذل شغل. هذا الشغل المبذول يتحول من طاقة صوتية إلى موجات منتظمة تستقبلها الأذن ويسمع ويحدث السمع، كتحريك الآلات الموسيقية والتصفيق باليدين لتشجيع فريق رياضي. يتم تصنيف الموجات الصوتية إلى 3 موجات: الموجات المسموعة، وهي الموجات لدى الإنسان مسموعة لدى الإنسان تتراوح موجاتها بين 20 هرتز و20,000 هرتز، أي أنه بين الحد الأدنى لتردد الصوت عند الإنسان والحد الأعلى له. ثاني تصنيفات الموجات الصوتية هي الموجات فوق السمعية، وهي الموجات التي تفوق 20,000 هرتز، أي تقع خارج نطاق حاسة السمع عند الإنسان، ويدخل استخدامها في عدة مجالات من بينها الطب والصناعة. ثالث الموجات الصوتية هو الموجات دون السمعية أو تحت السمعية، وهي الموجات التي تنقص قيمة ترددها دون 20 هرتز ولا يمكن للإنسان سماعها أو الإحساس بها، كالزلزال والبراكين، بينما تمتلك بعض الحيوانات القدرة على الإحساس بها قبل وقوعها. تعتمد سرعة الصوت لانتقالها على نوع الوسط الذي تنتشر فيه وعلى درجة الحرارة، فالصوت يكون أعلى في المواد الصلبة وأقل منها في الأوساط السائلة وأقل بكثير من ذلك في أوساط الغازات. أما فيما يتعلق بدرجة الحرارة فإن العلاقة بينها وبين سرعة الصوت طردية، فكلما ارتفعت درجة الحرارة زادت سرعة الصوت. لكن انتشار الصوت في الهواء يعتمد على الضغط، أي إن سرعة الصوت تقل بالارتفاع عن سطح الأرض. اعتمد الفيزيائيون وحدة الديسيبل لقياس شدة الصوت، ويطلق عليها أحيانا ديسيبل وات، وهي المقياس الأفضل بهذا الشأن، حيث يبنى الديسيبل على قوى الرقم 10. فالديسيبل عبارة عن 10^2 وات في المتر المربع. ينتقل الصوت على شكل موجات طولية وسط الغازات والسوائل والبلازما. أما فيما يتعلق بالأوساط الصلبة فاتخذ الصوت فيها شكل الموجات الطولية والعرضية معا أثناء الانتشار.